هل حطت براسها ما انها بقول لك. هو تنتقم بصي بطريقه او باخرى تقدر توصل للموضوع؟ بصي ده موجود وده موجود، بس انا بتكلم على الاصل، القاعده العامه انه الست بتتصرف بمشاعرها والراجل بيتصرف بدماغه. على سيره دماغ، ما بعرف العنف الجسدي اذا حتى بيتفسر يتصرف بدماغه، هيدا اللي رح اعرفه مباشره منك محمد. مساء الخير عن جديد. محمد مظبوط انت بتضرب زوجتك ولادك؟ مظبوط. بكل ثقه عم بتقولها؟ ما بتعمل غلطات كتير. اه بتعمل غلطات كتير. هي بتعمل غلطات؟ ولادك كمان بيعملوا اغلاط؟ انا ولادي ساعات يعني ما بضربهمش قدامها، يعني بضربها بس ما بضربهاش قدامهم. طب انه ما بعرف، بتلاقي حالك انت مرتاح مع حالك، فخور بنفسك انك تضرب زوجتك؟ مش فخور لك، لا بس قدامي ان انا تربيها يعني؟ انا مش حكايه تربيها، انا بدي مع الاول بقول لك ما تضربهاش من اول مره، بس انا بقول لها ما تعمليش الحاجه دي اول مره وتاني مره وتالت مره، مفيش فايده. ايه ترجع تاني وتعملها، ملناش فايده ان انا اكلمها تاني باللسان. قد ايه صار لك بهالاسلوب، اسلوب الحياه بالضرب والخبيط، قد ايه صار لك؟ يعني اعتبر سنتين. سنتين؟ انت قد ايه صار لك متزوج؟ انا متجوز وقت بقالي 7 سنين. 7 سنين، يعني اول 5 سنين كانوا كويسين؟ كنا كويسين. بدي اسالك سؤال، امك وبيك كانوا يضربوا بعضهم؟ بيك كان يضرب والدتك؟ مفيش الكلام ده. اه انت بس. انا بس اللي ده بيحصل معايا كده. طب وليه بتضرب ولادك كمان؟ ولادي من سمع الكلام برضو، كله ده من سمع الكلام، مش ما بيسمعوش الكلام. حسيت انه بالضرب صاروا يحترموك اكتر، صاروا ما يعملوا اغلاط، انه حسيت حالك واثق من حالك اكتر، الطريق والاسلوب اللي اعتمدته وصل لنتيجه مثل ما انت بدك؟ هو الضرب بيربي الكراهيه معنى الاصح. شو هو؟ اللي عرفت انه الضرب بيربي الكراهيه. ايه؟ يعني كل ما اضربها هي بتكرهني اكتر. اه هي بتضرب يعني شو؟ يعني الاسلوب غلط صح؟ يعني الاسلوب غلط. اه معنى الاصح هو الاسلوب غلط، بس عشان افضل احايل فيها ما فيش فايده. الكلام بالراحه ما فيش فايده.